حبيت انك رغم كل شيء صار بدك تشتغلي. يعني بقدر انك مرقتي باوقات صعبه كثير، بس رغم كل هالشيء انت بدك توقفي على اجريك بغض النظر مع مين او كيف. صراحة حبيت راسك. Thank you. هيدا من ذوقك ست عليا. عيطي لي عليا. عليا حاف. أنا ما فيي أتأخر لروح على البيت، إيه؟ طيب. أوكي. فظيع، أنت فظيع. بتقول عني أنا عنيدة؟ يا عمي امتى بدي اعرف لوين رايحين؟ اتفقنا؟ اتفقنا. لكن انا بكره بتجي لعنا على البيت، بعرفك على باسل وبشرح لك على كل شيء. بس معقول ما يتقبلنا؟ هيدا شغلتك بقى. ان شاء الله. روحي على المحاسبة هلا، أنا بحكي. ما بدي ولا أي حدا يعرف إنك عم تشتغلي عندي. هذا الموضوع لازم يضل بيناتنا. بكرة بتفوتي لعنا على البيت بصفتك بنت صاحبتي ورح تكوني ضيفة عنا. اتفقنا؟ اتفقنا ست عليا. 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 شوفك بكرة. باي. نينا، وصلي على كريستينا على المحاسبة. لحظة، هيدا طريق المطار. شو أخذنا على رايحين على المطار؟ كيف يا عمي لوين رايحين على المطار؟ عن جد ما بعرف. مجنون. جنون جنون جنون، كل شيء عم بيصير جنون. ايه ما عم صدق. طب كيف 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 وصلت لباسباري بالبيت؟ الله يخلي لي رفيف. رفيف. طيب لوين رايحين؟ على اسطنبول. مو هي كانت امنيتي؟